مقاربة النوع في التعيين في مناصب المسؤولية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، السؤال ديالنا هو احترام مقاربة النوع في التعيين في مناصب المسؤوليات داخل بالنسبة للحكومة. حسب البرنامج الحكومي كان اقتراح وكان على أساس أن غادي نرفعوا من النسبة ديال عدد النساء في مراكز القرار. كم عدد النساء اللي دارتهم الحكومة في مراكز القرار في هذه الدورة هذه؟ وشكرا. شكرا السيدة النائبة. تفضلي السيدة الوزيرة للجواب. بغيت نشكر السيدة النائبة المحترمة على الاهتمام ديالها بهذا الموضوع ديال النساء في المسؤولية. نعطيكم أرقام. فمعدل تأنيث المناصب المسؤولية انتقل من 16.21% في سنة 2012 إلى 28.2% سنة 2022. مناصب المسؤولية انتقلت ب 10%. بالنسبة للمناصب العليا اللي هي يا مدير يا كاتب عام، ارتفعت من 10.38% في 2012 إلى 20.8%، يعني تقريبا ضعف العدد في هذه 10 سنوات الأخيرة. وحنا معلوم خدامين باش مازال يتحسن. الطموح ديالنا هو أكبر، الطموح ديالنا هو المناصفة. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تقوم بعدد ديال الأعمال، كاين مثلا التنسيق في هذا الموضوع بين القطاعات الحكومية من خلال شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات اللي عندها خطة عمل واستراتيجية في هذا الموضوع. كاين أيضا وضع حضانات في مختلف القطاعات الوزارية اللي هي اليوم ولات توفر على حضانات باش تساعد المرأة على التوفيق بالحياة المهنية والحياة الخاصة ديالها. شكرا سيدة الوزيرة. تعقيب السيدة النائبة. السؤال ديالي السيدة الوزيرة على هاد الحكومة ماشي على 10 سنوات، علاش كنطرحوا هاد السؤال ديال مقاربة النوع؟ كنعرفوا بأن السيدة الوزيرة أن المغرب عنده التزامات دولية ووطنية في مجموعة ديال الآليات الخاصة بمقاربة النوع من أجل المشاركة الفعالة للمرأة المغربية. فالمرجع والإطار المعياري للمسألة النسائية في المغرب راه هي اتفاقية سيداو. وملي كنقولوا اتفاقية سيداو تعني عدم التمييز في كل الأمور الخاصة بالنساء. إذا فإلا ما وصلوش نساء المراكز القرار هذا غادي يكون إشكال. فالمغرب التزم بخطة التنمية مع الأمم المتحدة، التزم بخطة بيكين، درنا لجنة شبكة كبيرة بالإدارات العمومية من أجل تمثيلية النساء. ولكن اللي كنلاحظوا السيدة الوزيرة أن المناصفة جد ما كيناش نهائيا. واخا الدستور على المساواة الوطني الفصل 19 من الدستور عطانا المناصفة، والمناصفة مبنية على المساواة والمساواة. شكرا سيدة النائبة.